شعب واحد ساكنين بحب يغمر كل مدينة. التكاتف وحد جهود وسواعد والقلوب الساكنة منا وفينا والقلوب الساكنة منا وفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من همم، وأكيد كلنا همم. أبو محمد السلام عليكم. السلام الله. أهلا وسهلا. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. نقعد مدفع هذه همم معالية مرة. أيوة. مع هذه الهمم نسينا شيء أبو محمد. إيش نسينا؟ نسينا شيء. إحنا جايين بسيارة. أي. كنا مستعيلين حبيبي والشباب باحصين. لا تخف. أيوة. إذا لأن الرفيق قبل الطريق، هذه من الأشياء الضرورية. أنا فحصت هذا هو الله. وفي شيء أهم، وأنا طالع من البيت عارف وين رايح وين اتجاهي يا وليش رايح وليش طالع. يا سيد الكريم، لا تترك الحزمة في شيء تحاذره، فإن سلمت فما في الحزم من باسي. خليك دائما مستعد، وكلنا مستعدين وكلنا همم، وكلنا إن شاء الله متأكدين من سيايرنا ومن الوسيلة اللي طالعين فيها إن هي على أكمل وجه بمشيئة الله. مع الدعاء. الله 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 الله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أحسنت يا أبو محمد. ومع هذا تزداد هيش هممنا، هممنا العالية وثقتنا بالله، وثقتنا بالله سبحانه وتعالى. تعرف أبو محمد اللي يعجبني أنا إيش؟ الحملات التوعوية. ضروري. شوف، الثقافة أهم شيء. أنت لا يمكن أن تسائل الناس عن شيء إلا بعدما تعلمهم إياه، وأنت ما موصل لهم رسالة. ما ينفع. ضروري. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس سنين طوال أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الله. بعد ذلك نزلت آيات الأحكام والأوامر والواجبات وغيرها. إذن مهد. أيوة. هيئ مهد. الله. ومهد وهيئ وهيئ. أيوة. ولا تتعب. لا لا ولا لا. تمل. لا في بعضهم من أول مرة قال يا أخي ما حد استجاب لي. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله. أيوة. إحنا هين في جراند مول. وين؟ في جراند مول في مسقط. الله. في مركز تجاري ومعانا فريق رائع على هونك. ليش فضل هذا المكان؟ لأن الناس ماشية جاية فيه. ملتقى. ملتقى. وفي فرق عديدة تقوم بهذا الدور. أتذكرني بأيام زمان سوق عكاظ وربع. برا هناك شعر. لا نوبي. نوب هذي. أيوة، كان العرب هناك يذكرون مآثرهم. وكل كفاح. الله. ها؟ بل كان الصحابة أيضا يجلسون على أماكن هناك في السوق وأيضا يعلمون الناس ويذكرونهم إلى كما يروى عن سيدنا عثمان. حتى توصل الرسالة. أيوة. حتى توصل الرسالة. ضروري. هاي رئيسه. ما شاء الله. هاي رئيسه. هذا الرجل سلام. الطيب. كيف الحال؟ أستاذ خلفان الوايلي. ما شاء الله. شوف إيش لابسه. على هونك. على هونك. على هونك. أبوي على. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سماء. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سلام. هني إيش يسوون؟ هني. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله. شايبين محمد. لا. السلام عليكم شباب. شباب إيه. إذا طلعت بالسيكل أبو محمد مشكلة؟ لابس عمام؟ لا بعدين إذا طلعت ولا شيء. أنت عندك سيكل؟ لازم رياضة. رياضة بس عاد لازم هذا يكون ملبوس. حلو. ما تطلع نوب دشداشتك عشان ما تنفلع. لا تنفلع نعم. ونوب ما تلبس هويف وتقعد في الحارة. زينة هذه. زينة هذه. بس ثوب ساتر. أحسنت. لأن في بعض الأحيان لابس اللويف ودعار في الحارة. لابد من راعي مشاعر الناس. ولابس الهافي في ذاك الهافي كما يقولون. زين. ايش هذه بعد؟ عندك سيك؟ بلبسه. آه. من اسمك قلت لي مرة ثانية؟ أبوك عبد الملك. عبد الملك؟
ايوه اخوي عبد الملك. شوف علي عبد الملك. تعال عبد الملك شوف، لا ما يعطي لنا وجه عبد الملك. شوف. كيف يسوونها كذي ها؟ صحيح؟ هذه حالها ايش؟ ولا كذاك؟ لا ورا كذي المصباح ورا. الهيش؟ المصباح ورا حاضرين. سويها سويها عبد الملك. صرخ عليك؟ ابوي يمكن عاد لي شاطر عاد لي. لا لا هو ولدنا شاطر ما شاء الله. ما عليك. قول لي حريش لابسنا انت الحين؟ انتوا عندك سيكل؟ ما شاء الله عليك. عندك سيكل؟ ما عندك، بس يعني يوم بيصير عندك بتطلع كذي ولا لازم تلبس هذه؟ لازم البس. شاطر يا اخي شو لك عشان احمي راسي؟ ما شاء الله. ترى هذا مدرسة. ايوه. الوان واشياء بالصور وبالكتابة. خلاص هذه معلومات يتغذى يتغذى بها التلميذ فتصبح يعني سجية له. شيء معتاد عليه. ايوه انك لعلى خلق عظيم. احنا ما نتعلم المعلومات عشان نحشر دماغنا عشان نطبقها في الواقع. ايوه. دول احنا قاعدين نتكلم عن ايش؟ الدراجة الهوائية. بايسيكل. ايش هو؟ بايسيكل. تبي لي ما اخذ دورة ابو حميد؟ الله امرك. مو وديتني معاك؟ سيكل زين سيكل. انت سوق السيكل ابو حميد؟ يسمونه بسكل. بسكل. ايوه موجود في الفتاوى حتى. اسمه بسكل. اول ما نزل بسكل سيد الشيخ سالمي. عن حكم البسكل ترى ما راح بعيد عن البايسكل. ما راح بعيد منها الشاب الجميل انور العميري. انور كيفك يا انور؟ طيب الله. انت لما متخصص بايش؟ احنا معانا هنا مبادره قام من حمله على هونك. هي مبادره هذه مختصه بموضوع خوذه الراس. اسم المبادره خوذتي سلامتي. خوذتي سلامتي. سلامتي واللي حاطين نموذج ملابس. لا كيف مستوي يعني؟ الحين هذا الشيء اللي ناقص الحين لابس هو كامل. يعني انتم محذرين الحين ولا ايش؟ وش ناقص الحين؟ ناقص خوذه قبل ان يبقى. خالد الشبيبي. خالد تعرفه هذا؟ خالد كيف الحال؟ ان شاء الله. خالد هذا دراج. صل خالد. مرحبا حبيبي. طيب الله يسلمك. طفت العالم ولا بعدك؟ طفت الخليج ان شاء الله. خليج نعم. على سيد. ايوه تعرفه؟ راعي مويبي؟ سلطنة. نعم. ما شاء الله. حياكم حياك. قاعد الان انت هني توجه رسائلك لمن؟ لمستخدمين. لولدنا هذا الشاب الجميل شو اسمك؟ ابراهيم سليمان العميري. ابراهيم العميري. كيف حالك ابراهيم؟ الحمد لله. انت هناك في الحارة تحط على راسك شيء ولا كذي؟ ما عندي شيء الا جميل لباس. شوف هذا لباس. ايوه ايوه احسنت. هذا اللي اكد عليه ابو محمد. وين شيء؟ وها ما لابس لين لين هني لين ايوه ويمشي دار في الحاره. خالد المسكيت. لا ما يلبس العكومه. لا لباس زين قصدي. ايوه تشوف فسرت تفسير اخر. لا زين طبعا لابد ان مستخدمين الدراج الهوائي في نار من الامام من الخلف واللبس الفسفوري. في ايش؟ الإنارات. الإنارة متوفرة. أيوة أيوة. الأمام والخلف الآن مستخدمي الطريق بعض الأوقات تكون صحيح. الرؤية وما نكون أيضا في الطرق العامة. بالفعل تكون على الأماكن المخصصة وفي كتف الطريق. أحسنت طبعا. والخوذة هي مهمة تقي تقريبا 85% في حالة سقوط. أيوة. 85% وفي بعض الناس ما تهتم في هذا الجانب نهائيا. بالفعل. وفي إحصائيات من شرطة أمان سلطانية في 2016 133 حالة حوادث و19 حالة وفاة من الدراجة الهوائية. اسمع عدد يعني عدد كبير. والحين احنا في إجازة الصيفية ها؟ لكن وعاد يلا. الولاة تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا على أولياء الأمور مسؤولية. إيه طبعا. إن الله سائل كل راعي عما استراح حفظ أم ضيع. لا بد أن نكون مسؤولين عنهم لأن الآن تحت سلطتنا. صحيح. يعني ولد مثل هذا شاب ولدنا إذا جينا وجهنا التوجيه الصحيح بيسمع الكلام. لكن لو خذينا له كافأناه بدراجة وقلنا له أنت والشارع هني المصيبة. يعني مقبلين على أجازة صيفية وأولياء الأمور خلاص الحين الدراجة الهوائية كهدية متواضعة من أولياء الأمور. ولكن تنقص الأشياء البسيطة اللي هو التوجيه الصحيح. مثل يعني خلاص أنت اشتريت دراجة يمكن ما يقارب 80 أو 100 ريال و تنقص مال 5 ريالات. ما سيكلنا نحن أول 80 بالون حيدة وقت بالون حيدة وسنجل واربعة آلاف حين يوصل. يوصل يوصل سيكل باربعة آلاف. يوصل يوصل وقتها صح. يوصل حتى 7000. 7000 سيكل. سيكل هم متسامحين انه اوه ما شاء الله.
تعرف الأجمل إيش أبو محمد؟ إن في مجموعة من الشباب قايمين بهذه الأدوار، في أدوار داخل الغرف المغلقة وفي في الميدان، شفنا مجموعة منهم ونشوف مجموعة ثانية أيضا يقوم بهذا الدور. أحمد الشيباني ومجموعة من الشباب الرائع. أحمد كيف حالك؟ طيبين؟ كيف الصحة؟ الحمد لله رب العالمين. التركيز على إيش؟ على الإطارات. أهم شيء في السيارة الإطارات دواير، ولذلك يحاول الإنسان قبل الخروج من البيت يدفع الإطارات قبل. من يسوي حنكي؟ لا نسوي. أنت بيكون مثل ما الأول تروح وتطلع تشوف الآيل. اليوم أنا شايف سيارة قارة قلت ترى الإطارات، قال الحين بروح. يعني عندك خبرة في هذا الموضوع؟ الله أنا أشتغل. أخذوه محكوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك محمد. صاحب همم. صاحب همم عالية بعد. إيش اللي تسوون أحمد مع زملائكم؟ حقيقة الأمر معنا حملة فحص إطارة قبل مسارك. أها. استهدفنا هذه الحملة، بدأت الحملة في 2015. إيه. استهدفنا المعلمات كونهن يتحركن يعني بشكل يومي. وفي هذه الحملة إحنا بنعلمهم طريقة فحص الإطار. اللي عندها سيارة واللي ما عندها سيارة. اللي عنده سيارة واللي ما عنده سيارة. واللي ما معها سيارة بتكون عندها سيارة. أكيد أكيد هذا. واللي ما معها سيارة عند زوجها، عند ولدها، عند أخوها، المهم إنه عندها سيارة. صح. جميل ركز على المعلمات، لأن في بعض الأحيان المعلم تكون مشغول بتحضير وشغل ودراسة وما أدري إيش وناسية. جالت منك عن فوت الطابور الصباح وعاد مفتاح بيدها والسيارة داقة في الأرض. وهي تسوق وتشوف السكان زمان ليش عرفت تبدل الاطار وابو يكون هذا على قول ربع وابوي مو هذا داقه البنشر زين فجميل رسالتكم جميله محمد. الشباب بعضهم بين بينك ما يعرف يغير، تعرف كيف ما يعرف يغير. انا بعد ما يغير اطار توسخ ده داش تبيكو وتوسخ اليدين بعد زين ابوي حبيبي عشان انت تغير روحك اللي طالع الله اكبر حق ده داش بعد بوزار وش اسمه اشتغل عيب. اليوم شيء عملي عندنا في الحلقه عملي تخلوني اشتغل امور طيبه. ايش رايك يلا احمد شيباني رسالتكم للاثنين يعني معلم ومعلمه وطلاب وطالبات للجميع للجميع نقدر نقول للجميع. نعم تعال انا وياك هسبانه ده. صارت جد السالفة ابو محمد شوفني اها والله نرفع السيارة هنيها نفتح اقل شيء اولا زين وبعدين نرفع عشان ما يدور الاطار ونتاكد من ان السيارة في البي ونتاكد ان الهاند بريك مربوع. قربل نشوفها زين ابو محمد بعيش شو بيكون؟ طبعا تبغى قوه شويه تو حشي ابو محمد يا البهله شويه لا انا ما بدري هاي العين بيكون بالغلط ما الغلط بسم الله خلاص الإطار ارفع انتبه يدينك روح أحمد روح يا ربي أبو محمد أيوة إيش رأيك؟ عم تطيح فوق يا خلاف بس 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 في بعض الأحيان الإطار الجديد أيضا ما مفحوص فبيطلع هو خربان وهذه مصيبه ايضا. لذلك وايش بتقول للناس الحين؟ يتاكد الانسان من ايش؟ من اطار احتياطي. ايوه هل هو صالح للاستعمال ام لا؟ وقبل لا يفتح هنا يروح يشوف هناك مثل ما سوينا اول. اي محاضره بروحها محاضره ايوه هي. محاضره استفيد مثل ما سوينا اول ايوه كيف تعرف انك تتاكد منها احد الحين؟ الحين زينه خلاص هو شايفني من قبل شوف شايفينها قبل شريتوها هيك انت الاطار صبر تعال محمد هذا عنك يدينك لداشر هي زين خلاص بعدك ما مبطل باقي واحده بس خلينا عشان لان في بعض الاحيان بعض الناس يركبوا في سياره وهذاك مسكين يتعب يشتغلوا كلهم بفريق لفي ودائما نعمل بالفريق ايش؟ بالفريق الواحد في مثل هذه الامور احسنت اسامه احسنت اسامه بالعرابه ارفع شوي
أمور طيبة ها؟ ممتاز. تطبيق عملي شفت الأخوات؟ إيه. بس حول بس حول المجال. صبر شوية. كلوب كلوب. إن شاء الله. ويت ويت. على قول الرب. تورو 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 تورو. على فوق وتدور. كيا؟ أيوة. وبعدين؟ صبر حتى أجي فوق الناس. هل الحين؟ يلا يا أصحاب الهمم. نزل. كيف أحمد؟ أي مرة؟ جميل جدا إذا السيارة الآن. أنا شيء محاضرة ضبط لكن بقي شيء أتأكد لأن السيارة محتاجة إلى زيادة أيوة لي فأزيد كذا من باب تشيك أيوة. بس عشان أتأكد بأن الإطار إيش سليم سليم أيوة همم أنا أتوقع في أشياء وايد إحنا نسويها مع الأسف محتاجين نراجع أنفسنا فيها أبو محمد لكن أبو محمد كل شيء بالتعليم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فنحن لا نطالب الناس شيئاً إلا بعد ما نعلمهم لا بس الشيء الضروري أبو محمد يعني لا أنا أتأكد من إطار سيارتي ولا أتأكد من الزيت ولا أتأكد من الماء ولا أني أخذ لفة قبل لا أطلع ولا غيره هاي من الأشياء الضرورية أتوقع وذكر فإن الذكرى أيوة ممتاز اليوم شبابنا وفتياتنا بل آبائنا وإخواننا وجميع الناس ما شاء الله يعني كل ما جاءت يوم يكون الأفضل ودائما إحنا في دعائنا اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل قدرنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها والشباب هذول قائمين بأدوار رائعة وإيجابية على فكرة هذا فريق بس في فرق أخرى موجودة بالإضافة طبعاً إلى شرطة لها دور المدارس دور المدارس والولايات مسجد الله كل أخذ ب لو شوفها كل واحد أخذ بحجزة الآخر أنا أتصور سنصل إلى الهدف المنشود والغاية التي نطمح إليها إليها للوصول لها إن شاء الله بأمان والسلام وأن يكون كما قال الوالد مولانا جلال السلطان الله يحفظه ويطول في عمره أن يكون هذا الحديث حديث المجالس حديث المجالس أيوة. نتكلم ونحذر أولادنا ونذكرهم وندعي لهم ولدك طالع يقول الله يوفقك الله يسلمك توصل بالسلامة الله أكبر هذا المتقابل النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم آخر المنطقة ويستقبلهم في بدايتها عليه أفضل الصلاة عليه الصلاة والسلام ويدعو له من بداية الحلقة إلى نهايتها إلى نودع الناس أنا أتوقع كسبنا معلومات الله أكبر بس لابد من هيش من تطبيق يا عاد إحنا قلنا بأن المعلومة لا تحشر بها الأدمغة وإنما تطبق واقعا معاشا في الحياة ونعيش دائما بهيش بهمم عالية عالية أخون عليك يعني كريم بدرني في الودة هذه ما أدري من ودر فيها محمد حقة تحول في الشيء شوي شوي خف علينا ودرني سلام عليك بس أنا ما مقصر معي متواصل معي غولوبيا تعرف غولوبيا غولوبيا أموره طيبة لا بس اليوم شوي كان يبارد في المذاعة لا اليوم تلخبط ولا كان بصحيكم خمس انت ايش تسوي؟